كده احنا جاهزين. هي معاد يا روحي يا روحي، الله اكبر. كل سنه وانت طيبين. انت طيب يا روحي. ايه ده، هي دي اللحظه الحاسمه؟ لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده. يا صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. المرة دي العيد هيبقى مختلف علشان معانا لولي، جايبين لها لبس العيد وهنديها عادية وهنعمل لها كل الحاجات بقى اللي احنا واحنا صغيرين كانت بتتعمل لنا. هنطلع دلوقتي نصحيها ونفاجئها بالمفاجأة اللي احنا عاملينها لها النهاردة. هنروح فين وهنعمل ايه وايه اجواء العيد اصلا اللي بنعملها. لولي هتعرف كل حاجة النهاردة لانها يعني لسه نولة مش فاهمة اي حاجة، بس كبرنا شوية فهتبتدي واحدة واحدة كده تعرف. قوم معانا، احنا هنعمل ايه في يوم العيد؟ لان امولة عندها حاجات كده معينة وطقوس معينه في العيد. انا ما اعرفش كلكم كده ولا ايه. انا حاسس ان 90% من مصر بتعمل كده، وانا من 10% اللي ما بيحبوش الحاجات اللي بتتعمل اول يوم العيد دي. يا جماعه احنا طبعا مستنيين اول يوم العيد عشان ناكل فسيخ ورنجه. احلى حاجه في العيد كده ان انت تقعد مع اهلك على الطبليه الحلوه عليها الفسيخ والرنجه كده والبصل والليمون وديها للصبح. فسيخ وامن حليب، خلاص ما بحبش الفسيخ والرنجه ده. الناس اللي بتحب الفسيخ والرنجه تثبت نفسها دلوقتي بلايك وكومنت، عشان هشوف كل الكومنتات شوف مين بيحب الفسيخ زي امون. وانا سيبوني، انا هطلع ادي الايله الشاور بتاع العيد والبسها البيجامه بتاعه العيد واروق عليها انا كده، لان انا محضر لهم الاثنين اكبر عيديه ممكن تشوفوها يا جماعه. بس قبل ما تشوفوا الفسيخ والعيديه واجواء العيد وكل الحاجات الجميله دي، ما تنسوش بقى العيديه بتاعتنا 20,000 لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان في دمار هيحصل بعد العيد. دلوقتي خدنا شاور لولي بتاع العيد وبنسرح لها شعرها، وزي ما انتم شايفين لبست بيجامه العيد لحد ما تيجي صلاه العيد. وهنلبس ايه بقى يا لولي يا عسل؟ ها؟ طقم العيد اللي بابا وماما جايبينهولك، وتاخدي العيديه وتعيدي معانا لاول مره وانت فاهمه يعني ايه عيد. اتمنى تكوني فاهمه يعني. بصوا بقى، في اتنين هنا حلوين قوي بيجهزوا دلوقتي عشان صلاه العيد. لولي بتلبس الشوزه بتاعتها الجديده القمر. لولي انت مبسوط يا لولي؟ لولي مبسوطه حبيبتي قمر؟ هي مبسوطه بطقم العيد الجديد، عماله بقى مبسوطه بالشوزه كمان واخداها في حضنها. وبابا ايلا كمان لابس العبايه اهو، جاهزين دلوقتي ان احنا نروح نصلي صلاه العيد باذن الله. مش بس السلسله دي عشان ينفع لنا صلاه. لولي عارفه بعد ما نصلي العيد هنروح فين؟ هنروح لجده ناخد العيديه. ايوه لولي اصلا لابسه شنطه قد كده عشان هتلم عيديات كتير قوي النهارده، صح يا لولي؟ لسه بقى ما تاخد العيديه من بابا بقى. شوفوا المفاجأة بتاعت عيدية بابا بقى. هنشوف هنشوف جدا. كده احنا جاهزين. هي واو يا ولع يا روحي العيد الجميل. تعالى 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 لبابا، حضن بابا يلا. حضن بابا وبوسه. حضن 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 يا روحي يا روحي، الله اكبر. حبيبي انت. يلا نروح باي. يلا مفيش وقت، عايزين نروح نلحق ناخد العيديه الاول. يلا بينا. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا روح. ايه ده، هي دي اللحظه الحاسمه؟ هي فين العيديه؟ بس صبرك عليا. ده لولي شافت اللحظه مشيت. واو فيها طوب دي ولا ايه؟ قولوا بقى بسم الله كده. يلا كل سنه وانت طيبه يا ماما. ما تهزرش. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا ماما. اللهم بارك. كل سنة وانت طيبة يا لولي. هي ايه الشنطة ما شاء الله ما بتخلصش تحط فيها كل سنة وانت طيبة يا لولي. كل سنة وانت طيبة يا لولي. هاتي حوشها لي. كل سنة وانت طيبة يا لولي. كل سنة وانت طيبة يا لولي. كل سنة وانت طيبة يا لولي. ايه ايه السنة السنة كل سنة وانت طيبة يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا ماما. وانا دي عيديتي. كل سنة وانا طيب. انا بشتغل طول السنة عشان اللحظة دي، وانا ليه اغلى منكم؟ بقعوا في الارض مش مبسوطه. لا 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 لا، مش هينفع كده، ده من ربنا حرام. تعالى بس، ده في حاجه خدتها كده. تعالى تعالى، هم وقعوا على الارض وانا كان وقعوا على الارض. هاد انا هحوشهم لها. بسم الله. طب دي بس كده، هاد بس. بصي يا نصيبي ونصيبي وجد. ما شاء الله ما شاء الله. طب في عشرينات هنا كانوا بتوع ايه وفين؟ حلقت استخدام تاني صح؟ هم دول حلوين قوي عليا. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب يا روحي. الله مبسوطه جدا، انا مش مصدقه اصلا. انا حاسه ايه ده، ايه كل ده؟ تعيشوا كده وتتهنوا وكل سنه وانتم طيبين. ودي بقى انا اشوف بقى يعني. انا ممكن اصوت دلوقتي، استني اكتر قدامي مش قادره. الله كل سنه.
اللحظه دي بقى عندي بالدنيا كلها. قلبي هيقف، انا قلبي هيقف بجد، هتحضني تاني، مش قادره مش قادره يا روح قلبي. الله الله. بصوا يا جماعه فرحه ايلا، انا شايفك يا اللي بترقص، انا شايفك يا اللي بترقص. بصوا يا جماعه بقى العيديات بتاعت لولي، طبعا انا هشيلها لها هحوشها لها. بصوا هنا دي عيديه وعيديه وعيديه. بصوا العيديات الكتيره، القمر لسه كمان فيه. بصوا لولي اخدت عيديات كتيره قوي، وكمان اهي عيديه كمان، اخدت بونبوني وحاجات جميله قوي سكرها صح. مبسوط بالعيد. عايزه اقول لكم يا جماعه ان لولي من الصبح عماله تلعب ومبسوطه وفرحانه وعماله تجري وتروح وتيجي اكنها بجد فاهمه ان هي في العيد وان هي بيتعيد عليها وان هي فاهمه كل حاجه ما شاء الله. فدلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنخش على الوليمه بتاعتنا. انا متحمسه ليها من امبارح عشان انا بجد بقالي تقريبا شهرين او 3 شهور ما اكلتش الاكله دي خالص. فيلا بينا بقى نخش على الوليمه دي. انا هموت من جوه. حليم بقى فين؟ هقول لكم دلوقتي حليم فين وبيعمل ايه؟ بيعمل ايه بقى في القعده الحلوه دي؟ سايب الفسيخ وقعدة الفسيخ وريحة الفسيخ وكل حاجة حلوة للفسيخ، وقاعد بياكل سندوتشات كفتة. ازاي يعني؟ ازاي في العيد تاكل سندوتشات كفتة؟ ازاي الرنجة والفسيخ عملوا لك ايه؟ زعلوك في ايه؟ مش عايز اقفلكوا بقى ميت. كله الف هنا انتوا. سمك ميت. مقتنعة بحاجة روحي كليها، انا ماليش دعوة. انا بحب انا هروح طبعا ده هندبها النهاردة. دبي الف هنا. طبعا هتقولوا لي الفسيخ ده معمول ازاي وجايبينه منين والكلام ده كله عشان شايفينه مزبد عامل ازاي. الحاج صاحب البيت هو اللي عامل الفسيخ ده، شغل بورسعيدي لعبته ده. محدش يعرف الشغل ده الا بورسعيديه. الفسيخ ده لعبته. وعلى فكره ده ميه بحر، ميه بحر بورسعيد، هو ده مالك بيتملع فيه وبالكركم والشطه وبالظبط يعني. ده تسلم ايدك. بتحط ببقه وفي خياشيمه. شايفين الملح بالكركم اصلا شكله يعني ذهبي، فسيخ من ذهب. نشم الريحه تحفه، ريحته حلوه جميله، يعني مش ريحه الفسيخ اللي احنا بنشمها التانية ده لما بنجيبه من بره، لا ده ريحته جميله بجد يا جماعه. انا متحمسه ونظبط الدنيا. يلا بينا بقى ورينا من جوه عشان ايه ما يفكروش ان هو شكله كده بس من بره، نشوف بقى من جوه عامل ازاي. الفسيخايه طريه ازاي من جوه؟ شايفين انت شايفين المنظر؟ يا خبر يا لهوي ملبن بجد. شايفين لونها بينك ازاي؟ يعني ايه ده انت عامله ازاي بجد؟ بجد انت عامله ازاي؟ انا ما شفتش كده بطريقه البورسعيد. انا ما شفتش فسيخ زبده كده. يا لهوي بصوا اللي عند بابا كده مغرقها ليمون. واهم حاجه بقى الليمون. بصوا الملبن ده الليمون كده، ده مش فسيخ ده ملبن. بصوا عامل ازاي. طحينه تفضلوا معانا بقى. اتفضلوا معانا بقى. الله خلاص مفيش وقت، خد المايو بتاعك واطلع يا باشا اعمل المصيف بتاعك الجميل بتاع العيد. علشان ايه؟ العيد ده مش هيخلص غير لما احنا غطسين في الميه. الشاطر بس اللي هيتوقع صح في الكومنتات انا عامل ايه مفاجاه الاموله والقيله واحنا رايحين فين. احنا رايحين فين؟ انا طبعا هغششكم شويه ايه وانا ماشي في الطريق. احنا كده الحمد لله ايه قفلنا 90% من الشنط وجاهزين على التحرك، وتابعوا معانا بقى لاخر الفيديو علشان تعرفوا احنا رايحين فين وهنعمل ايه. وكل سنه وانتم طيبين، وقلبي عليكم يا اللي عندكم دراسه وامتحانات كمان شويه. الحمد لله على السلامه. طبعا المفاجاه هنا، المفاجاه الكبيره ان حليم جاب اهلي معايا في السفريه يا جماعه، ودي حاجه بسطاني جدا جدا. اخواتي معايا، نورنا يا ايه اللي ورا الكاميرا. واخيرا وصلنا الفيلا، ويلا بينا بقى ناخدكم جوله كده نوريها لكم عامله ازاي ونشوف رد فعل لولي. بس الاول احنا وصلنا فين ولا لسه؟ علشان انا حاسس ان مفيش حد شاطر خالص في التوقعات. يلا بينا اوريكم بقى كل حاجه. بصوا يا جماعه حاجه الصيد جاهزه، بابا دلوقتي بقى ياخدنا رحله صيد تحفه.
بيحضر العده بتاعته بقى كلها دلوقتي عشان نطلع نصطاد مع الولي نصطاد كرش نعمل كده نطلع سمكه متخيله. فجماعه مش عارفه انتوا ازاي لحد دلوقتي متوقعتوش احنا فين، بس متوقع صح هعمله شير عندي على الانستجرام. واهم حاجه من هنا اوريكم بقى اكتر حاجه متحمسه ليها، ولولي كمان اول ما تشوفها بجد هتجري حاجات كتير هتعمل حاجات كتير. بصوا بقى العده بتاعت السيد عامله ازاي. ده لسه مطلعتش، لسه هجيب المكن وهنطلع مكن، ولسه دلوقتي هنجيب الطعم. الطعوم بقى اسمها طعوم، الطعوم بتاعت الاسماك. جمبري وجايبين دود برضه وجايبين دود اسماعيلاوي. طب هي ولا الزب ولا ايه؟ انا الحماس كلني عايز انزل اصطاد. طب بقول لك ايه، مش اصطاد اصلا. ممكن تاخدنا جوله في الفيلا نتفرج عليها عشان في ناس كده عايز تتفرج عليها. عايز انام وتعبان. تعالى بس دي اهم حته اكيد مش هوريها لهم دلوقتي. تعالى بصوا بقى هنا كده الريسبشن حلو قوي وكبير جدا، وهنا برضو ريسبشن القطعه الثانيه، وفي بقى المطبخ اللي هيطلع فيه المواهب كلها. مش عارفه بيدخلوا منين بصراحه، بس احنا بنمشي اهو. ماما هنا هي بترص الحاجه بقى عشان النهارده هيبقى في حته حفله شوي خطير، هنعمل اكبر حفله شوي اصلا. هو اصلا اليوم جميل ان شاء الله، كبير جدا 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 ان شاء الله. بصوا بقى هنا في ميني روم صغيره كده بالتويلت بتاعها الخاص، ودي حاجه حلوه جدا جدا جدا. وكمان في بره الاوضه على طول في تويلت. انا بقى نطلع فوق، انا اكتر حاجه متحمسه لها هي فوق. تاني يا جولي نشوف اوضتك فين. هي الفيلا ثلاث ادوار. واو جماعه انا بجد مبهوره. بصوا هنا في ريسبشن كمان، وفي كمان بلكونه خطيره بتطل على اطلاله حلوه قوي. وتعالى نخش اول روم، يعني انا ادي الروم 10 من 10 بجد. كل حاجه فيها روعه تحفه، ومعاها تلفزيون كمان ودولاب، فحاجه شياكه. وكمان في هنا تويلت خاص، والتويلت حلوه قوي، ماستر روم خطيره. تعالى نشوف باقي الرومز. هنا كمان في ميني كيتشن، فده حوار جامد لوحده. وهنا الاوضه الثانيه. بصي يا لولي حلوه، انت هتاخد احلى اوضه هنا تحفه بجد. الروم هنا تحفه برده. وادي التويلت كمان بتاع الروم ده، وهنا برضو الروم الثالثه. هنا الروم الثالثه يا لولي، او دي الروم الرابعه تقريبا باللي تحت، يبقى دي الروم الرابعه. ما شاء الله بجد تحفه. تعالوا نشوف اخر روم. بصي الروم حلوه ازاي، عجبتك دي؟ تاخدي الروم دي يعني؟ اخر كلام، مش هنغير مع بعض الروم بتاعتنا. تيجي بعد كده تقولي ماما انا عايزه الروم دي. تعالي طيب نطلع فوق نشوف اخر حاجه. خلاص لولي قررت ان هي تقعد تشغل التكييف وتروق على حالها وتنام. لولي نام اتفضلي. تعالي طيب تعالي تعالي تعالي. تعالوا بقى نشوف الدور الاخير ده فيه ايه. شمس بجد بقى، ازاي القاهره خالص؟ الجو تحفه، الجو خطير. واو لولي هتبلبط من الصبح. خايف بس بصوا اللي عماله تزقني دي. بس بس يلا طب استني هفهمك. عادي؟ ايه دي؟ عادي كده؟ خلط؟ نلبس المايوه يا روحي. هنتحرق ولا ايه؟ هنشوف بس الميه ايه؟ الميه تحفه.
بس مش ملاحق. بس اول ما شفت الميه سيبوني، انا عارفه مصلحتي كويس قوي. يلا استني انا هنلبس المايو وهنيجي، هنلبس المايو وهنيجي، هيبقى في معركه دلوقتي يا بنتي. خلاص يلا يلا على بيت يلا يلا يلا. ما سكتتش يا جماعه الا لما نزلت تلبس المايو. مش قادره تصبر. بص السعاده. مبسوطه يا لولي. بص السعاده يا جماعه. عرفتوا بقى احنا جينا ليه؟ عشان لولي بس. بصولي على الجميله. انتي رايحه فين؟ انتي عارفه البحر الجميل اللي بيحبك؟ هتعمل ايه دلوقتي يا صغن؟ يعني انا مش فاهمه هي بتجري رايحه فين مع نفسها. يا بنتي استني بس، هنلبس بس المايو. طب ثواني. نمنا لان احنا مطبقين بجد يا جماعه، ما نمناش خالص. فقلنا بقى ننام لنا كده شويه عشان نصحى فايقين. وطبعا اول لما انا صحيت شميت ريحة الشوي يا جماعة. الله الله، انا بطني بجد بتجري بتنزل كده، عايز تشوف بابا بيعمل ايه بره. ريحة الشوي صدعتني. تعالى نشوف بقى بيعمل ايه، وهل بدأ اصلا في الشوي دي ريحة الفحم ولا ايه؟ بس بجد بجد حليم لسه نايم. لسه بقول له حليم لسه نايم لحد دلوقتي مش قادر يقوم اصلا. الله شم يا لولي ريحة الشوي. الله واحد عايز ينزل الفول والله ويقعد فيه كده والاكل يديله كده يسلم. ولا الدنيا القعده اللي تبقى هناك دي قاعده ايه؟ ملوكي لولي يا لولي جده بيشوي. بصوا تحت الفراخ يا وعدي يا وعدي. الله بجد الله يا جماعه الله. انا عايز اكل، انا جوع. احنا جينا هنا جوعنا اكتر. ايه يا لولي متحمسه يا حبيبي؟ الجو كمان هوا فبيجو الجو جميل. شفتوا كده قضينا اجازه العيد الحلوه دي، عملنا اكتيفيتيز كتيره جدا ومبسوطين قوي قوي. وطبعا طبعا العيد بقى خلص ورمضان خلص وكل سنه وانتم طيبين، فهتبدا حرب المقالب لان الهدنه خلاص خلصت. فخليك جاهز يا حليم بقى عشان هتشوف مني مقالب لوز العنب. فاكتبوا لي بقى في الكومنتات نفسكم كده تشوفوا مقالب ايه، لان انا فعلا جايه بحماس مش طبيعي وهخرب الدنيا على حليم الفتره اللي جايه دي. وهتشوفوا كويس قوي هعمل فيه ايه. شايفينه في المايه دلوقتي مش عارف يطلني. اصبر عليا اصبر عليا وعلى اللي جاي يا حليم، مش هقول اكتر من كده.